السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل واللحن، القناة التعليمية. في كثير من المداخلات التي نسمعها في كثير من الجروبات هنا وهناك في وطننا العربي والحديث حول الأمهات الكاذبة، البعض يقول لا تغذي القسيم سيتحول إلى خلية مكذبة. يا ترى ما هي المعطيات التي لديهم حول هذا الحديث؟ لكن سيكون لأستاذنا الفاضل الأستاذ محمد الجراح مداخلة حول هذا الموضوع ولأهميته، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أبو كيان وحيا الله بالجميع. أخو كيان، موضوع تكذيب النحل ويعني موضوع يرهق كاهل النحال ويؤرقه ويفكر فيه كثيرا، وربما يقع في أخطاء نتيجة للمعلومات المتضاربة هنا وهناك وبعض المعلومات خاطئة ومغلوطة. لا أعلم من ما هي صحتها ولا أعلم من هو الذي أشاعها بأن عملية التغذية على المحلول السكري أو العجينة أو سواء البروتينية أو الكاندي سيؤدي بالنهاية إلى موضوع التكذيب. هذا ليس له علاقة علميا ولا عمليا في موضوع عملية التكذيب أبدا. لماذا تتم عملية التكذيب أخي أبو كيان؟ نقول صندوق رقم واحد فقد الملكة، أنتج هذا الصندوق عدة بيوت طوارئ، خرجت هذه العذارة، بقيت عذراء واحدة، خرجت لعملية التلقيح لم تعد هذه العذراء، بغض النظر هل افترست، هل هي تاهت، هل هي لم تستطع العودة، بغض النظر نحن في النهاية نريد النتيجة هي لم تعد هذه العذراء إلى الصندوق. الآن النحل المتواجد داخل هذه الخلية ينتظر عودة العذراء، ينتظر خروج البيت الملكي أو وكذلك. لم تعد هذه العذراء، بقي النحل لمدة أسبوع، 10 أيام، 20 يوم، شهر من الزمن لم يقوم النحل بتفقد هذه الخلية، وقامت العاملات الكبيرة في السن بأخذ جرعة من الغذاء الملكي وتنشطت لديها المبايض وقامت بوضع البيوض وهي ما تسمى الأمهات الكاذبة. هي في نظرها هذا هي إجراءات صحيحة في منظور النحل، لأنه هو يرغب بتوريث زمرته، بتوريث جيناته، بإيجاد أي شيء يبقيه يتشبث بأي شيء يبقيه على قيد الحياة، لا يريد الانقراض. ولكن من الناحية العلمية فإن هذا النحل لن ينتج العذراء أو الملكة، وهو النحل ينظر بأنه سيستطيع أن ينتج عذراء ولكن يفشل لأن هذه البيوض غير ملقحة، فلذلك يلجأ إلى عملية التكذيب. أسباب عملية التكذيب أخي أبو كيان هي فقدان الملكة لفترة طويلة، الشيء الثاني فقدان عدم وجود عذراء بديل لهذه الملكة، عدم وجود حضانة مفتوحة، عدم مقدرة النحل على بناء بيت ملكي، الإهمال في كشف النحال على هذه الخلايا، والأهم من ذلك هي السلالة. هناك سلالات سرعان ما تكذب وهناك سلالات لا تكذب أبدا. موضوع تغذية خلية لا يوجد فيها ملكة سيساعدها على التكذيب، لا، هذا شيء غير موجود أصلا لا علميا ولا عمليا. ربما قد يساعد في عملية التكذيب ولكنه ليس سبب رئيسي، لأن أسباب الرئيسية هي تعود لحياة النحل، لحياة الطبيعية التي يعيشها النحل، ليست مقرونة بالتغذية. إذا قلنا التغذية تساعد في عملية التكذيب، تغذية سكرية، لماذا لا تقوم حبوب اللقاح بتسريع عملية التكذيب؟ لا، هذا شيء آخر أخي أبو كيان. أما موضوع عملية التكذيب هو مرتبط بحياة النحل، في فيسيولوجية حياة هذه الحشرة، هي تقوم بالتكذيب للبقاء على قيد الحياة لا أكثر، هذا بمنظورها كنحلة. وفي الأصل إذا كانت تغذية تساعد على عملية التكذيب، ولننظر إلى خلايا يتيمة عندما يتم تربية بيوت ملكية فيها، يعني خلية أم بادئة يتم تربية هذه الملكات فيها، بغض النظر تربية في الإطار، تربية بكوس شمعية، تربية بأجهزة،
بغض النظر، هذه الخلية تربى ملكات ويتم تغذيتها بتغذية عجينية سواء بروتينية أو السكرية، ربما تغذى على العسل، ربما تغذى على المحلول السكري. لا نشاهد فيها عملية تكذيب. لماذا؟ لأن النحل يتجه إلى عملية البناء، كونه وجد أصلا بيوت ملكية لظانا بأن النحل يقوم ببناء هذه البيوت الملكية حتى يخرج خليفة للأم المفقودة في هذا الخلية. يعني ربما تصل البيوت الملكية إلى 20 و30 و50 و100 بيت. فإذا كانت التغذية تساعد في عملية التكريم، لماذا لا يذهب النحل الكبير في السن إلى عملية البيض؟ لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. موضوع التكذيب يعني هي أولا فقدان الملكة كما قلنا، غياب الحضنة المفتوحة وفرموناتها، اثنين الفترة الزمنية التي مكثت هذه الخلية فيها بدون ملكة أو عذراء أو حضنة مفتوحة، ثلاث طبيعة السلالة، يعني هناك طفرات وسلالات تسرع مع وتيرة التكذيب فيها بشكل سريع جدا، وهناك سلالات تبقى يعني ومرصودة بقيت شهر وشهر ونص دون ملكة، ولم نشاهد بيت ملكي على أمهات كاذبة أو خرجت الأمهات الكاذبة من هذه الخلايا أو تم مشاهدة أمهات كاذبة في هذه الخلايا. فالموضوع أخي حمزي هو مرتبط بطبيعة حياة لهذه الحشرة وما هي مفطورة عليه. الأمر الآخر وهي إدارة النحال، النحال هو من يدير النحل وليس النحل من يدير النحال. فنشاهد بعض الأخطاء الفنية في عملية تعامل النحال مع النحل أو في ما يربيه داخل الصناديق. هو بعض الأخوان ينظر إلى الصناديق بأعداد ولا ينظر إلى جودة، وهذا خطأ يعني تم التنبيه عليه لأكثر من مرة، ولكن هيهات هيهات لمن يسمع. يعني خلايا تم تجربتها أول موسم وثاني موسم وثالث سنة ورابع سنة وما زالت متدنية الإنتاج، لماذا هذه أحتفظ فيها؟ سلالات سيئة، سلالات فيها صفات غير جيدة، لماذا أنا متمسك بهذه السلالة أو هذه الصناديق؟ لماذا لا يتم تبديلها أو بيعها أو التخلص منها بأي طريقة يريدها المربي، وإحضار سلالات جيدة ذات صفات جيدة ذات مردود عالي؟ أيضا يقع عاتق التكذيب على نوع هذه السلالة، هل هي من سلالات أصيلة أم من سلالات هجائن مهجنة مع بعضها البعض؟ ربما يصل الجين إلى 15 الهجين 15 و16 جيل، هل هذه تعتبر سلالة جيدة؟ لا، هذه تعتبر خليط، ربما تشاهد في الخلية أكثر من نوع سلالة متواجد في خلية واحدة. لماذا؟ لأن هذه عشوائية، لا يوجد هناك انتظام في النحل الذي يخرج من هذه الملكة، فهذا يعتبر هجائن وليست سلالات أصيلة. سيأتي بعض الإخوان ويقول أنت ربطت السلالات في عملية التكذيب. نعم، هي هناك سلالات يعني من السلالات المرصودة والتي تم العمل عليها، وهي سلالة النحل السورية، هي تمتاز بالجمع صفة شرسة بعض الشيء. طبعا أنا أتحدث على النمطين الغنامي والسيافي، ولكن سرعان ما تكذب، يعني رصدت بعض الخلايا يوجد فيها بيوت ملكية وكانت الخلية بداية التكذيب وتم علاجها. فموضوع أخي الكريم موضوع التكذيب مرتبط بالتغذية، لا، هذا غير صحيح أبدا أبدا. التكذيب له أسباب تخص النحل ولا تخص التغذية أو المراعي، لا بالعكس. يعني هناك في يوجد خلايا يوجد فيها عذارة وقامت بعملية التكذيب، هذه تعود إلى هذه الطفرة وهذه السلالة الجينين المتوارث في هذه السلالة. أما موضوع أن نغذي خلية أو فيها تغذية وتقوم بالتكذيب، لا، هذا غير مرتبط بعملية التكذيب أبدا نهائيا. وحل عملية التكذيب يعني سهل جدا، إما أن يتم تزويد إطارات مفتوحة نحل إلى هذه الخلية، يعني يتم إحضار إطار نحل حضني مفتوحة يضاف إلى هذا الصندوق، أول 24-48 ساعة تسحب هذه الإطارات ويتم إضافة إطارين آخرين مكانها، أو أن يتم دمجها إلى خلية أقوى منها. يعني يفضل أن يتم دمج الخلية إلى خلية أخرى أقوى منها، ولكن نحن نتحدث عن الخلايا التي تمتاز بالقوة، يعني خلية مكونة من 13 إطار، كيف سأدمجها مع خلايا أضعف منها ولا يوجد لدي خلايا أضعف منها؟ ألجأ إلى هذه الطريقة حتى أتخلص من موضوع عملية التكذيب.
حياك الله أخي كيان وحيا الله بالجميع. هذا على عجالة تم سرد موضوع عملية التكذيب وأهم النقاط التي تؤدي إلى عملية التكذيب، وهو في الأصل يعني يحتاج إلى شرح مطول أكثر من ذلك، ولكن هذه ما تم ذكره هو أهم شيء مرتبط بعملية التكذيب. حياك الله أخي كيان وحيا الله بالجميع.